قضية جزائية ضدكم لما اعتبروا أنكم قاعدين تعرضوا في حياة الجميع للخطر. حسب ما أكدوا ياسين العيار ديما يقولوا في تدوين. كيف تردون على هذا سيد النائب موسى بن أحمد؟ مرحبا بكم، وإن شاء الله يعني ردي أنا بشكون يعني بكل معنى قانون اللي يسمح لي به الورقة اللي أعطولي، وإن شاء الله يكون زميلي معنا فعلا هو عنده خوف على صحة عائلته وعائل كل الزملاء، ومعنا فعلا يخاف الأمر ذا. شوفي أنا جيت من الصباح للمجلس ونشتغل عادي من نهار ثلاث. أنت تو موجود في المجلس سيد النائب؟ أي نعم أنا موجود. سيد ياسين العياري على كل حال هو مش أول مرة يعمل شكاوي بالشكاير. هو عنده في كل شيء يشكي به، يشكي حتى بمعنى بعصفور مات في جبل الشعاب يمشي يشكي به. فقلت معنى أنا جيت يوم 6 جوان الطائرة كان مجت من فرانكفورت، وعملونا التست الرابيد هذاك في المطار، وبعدها مشينا الحجر الصحي الإجباري أسبوع في الحمامات. ويوم 13 قبلها بنهرين 48 سنة وقع يعني أخذ عينات لكل من الناس اللي جاءوا. خرجت نهار السبت يعني الحمد لله سلبي، كل الطائرة اللي جات يوم معناها 6 من فرانكفورت كلهم تحاليل سلبية. ووزع لنا مدير الجهوي بسوسة ورقة، الورقة دي فيها أنه معناها نتيجتكم سلبية وراكم خضعتوا للحجر من 6 إلى 12 أو إلى 13 جوان. وفي الجملة واضحة ونتونا بعثكم الورقة، نستأنف نشاطنا العادي بداية من يوم 14 جوان ما لم تتعكر صحتنا. هذه معناها هذه وثيقة رسمية سيدك خذيتها؟ نعم وثيقة رسمية خذيتها بالكاشي ومضات من عند سيد مدير الجهوي للصحة سوس. وثيقة رسمية وأتنقل بها، ومعناها والجملة هذه في آخر الشهادة شهادة، وفي هذه آخر الـ الأمر. إضافة الحجر لأنه سي موسى سامحني قلت كلامك، لأنه ثم ناس خلين يقولوا لهم في وثائق هكا تقعد أسبوع في الدار زادة بخلاف الأسبوع الحجر والتست. علاش هالاختلاف في التعامل؟ ما نعرفش علاش الاختلاف هذا، وما الطائرات اللي قبلنا ممكن كان اللي قبلها، لانه هو عمليه العالقين دي جات يعني ثم توريخ معين. احنا جينا في الفتره نتاع من 5 جوان حتى ال 15 جوان، هذه الفتره دي نزيد مثل اخرى سي سفيان، هو انه في يوم 13 وقت خرجنا من نزل الحمامات كانت معنا مجموعه من قطر. المجموعة من قطر، وأنا كنت معها رئيس المدير نعاون فيه مدير المستشفى في معناها في إمضاء بعض الوثائق، يعطوهم إضافة الورقة اللي عندنا إحنا اللي هو سلبي، يعطوه ورقة أنه يلتزم ويمضي ويعطي العنوان نتاعه والهاتف نتاعه أنه يبقى أسبوع آخر في البيت. ليش؟ لأنه يعتبروا أنه البؤر الأماكن اللي جايين منها يتعاملوا كابر كام معناها هم حسب رأيي بالضبط الظهر ممكن والله أعلم. فكان أنه قطر والسعودية يضيفوا لهم على الأقل نحكي جمعة أخرى في الدار اللي أنا كنت معناها شاهد على التزام هذا معناه، وكل واحد ما نعطيه الورقه ذي الا ما يعمل التزام ويخلي العوده او بالضبط ويعمل فيها. فاعتبر انه معناه الامر اللي صار نعتبره من زميل ياسين العياري اللي هو كان قبل نائب على المانيا، وبعد خرج ما ترشحش مره ثانيه على المانيا وترشح ثاني مش هرب مش ترشح على فرنسا. انا برا شو معناها هرب؟ علاش تقول هرب؟ علاش قلت هرب؟ لان هرب لا هرب هو كثير، لانه هو ما استصاغش انه معناها ينجم اكل المكان هذاك، لانه جات عليه النواب تاع المانيا او الجالي تاع المانيا خدم معهم عام ونص، وبعد الاصل فيه واصل العمل نتاعو. لو كان هو فعلا كان جات في خدمه الجالي راه ترشح مره ثانيه على المانيا وراه ربح المقعد، ولكن هو يعرف روحه انه بشخطر ويترشح وربحناها انا كحركه النهضه. وقاعدين نشتغلوا وقاعدين نحكوا ورجعوا للصفحه الرسميه نتاعي انتم شوفوا انا العمل اللي قوم به. سي موسى ينجم يكون هو ما عندوش المعطيات اللي انت تفضلت بالضبط. رئاسه البرلمان طالبتكم شي بس استظهرتوش انتم حتى معناها من تلقاء نفسكم بالرساله هذه بالورقه. إيمان أختي أخي سفيان لو كان هو من الصباح شافني، لو كان هو من الصباح جاء واستفسر، جاء قال لي يا زميلي موسى يا أخي كيفاش الحكاية أنت وما عندوش في باله. هو رأى الأمر هذايا معناه لاحظوا واحد من نواب كتلة الديمقراطية اللي هو معناه من التيار أنور بالشاهد لاحظ الملاحظة الخامسة مساء، وأصلا ياسين العياري ما كانش حاضر الخامسة مساء. كي سمعها أنور شاهد ما أنا لاحظ الملاحظين بجلسة العامة رد عليه جواب واضح
السيد طارق السيتي رئيس الجلسه، ومن بعد انا وضحت الامر هذا وقريت الرساله واضحه كامل قريتها. اما ياسين العيالي ما كانش موجود في الجلسه العام، ما كانش لا ما كانش وقتها في ذلك الوقت. هو قلت لك شافني الصباح، شافني في الكافيتيريا وشافني في الباو وشافني معناها في الظهيره العصر فيه، لكان هو خوفا كما يدعي، خوفا على صحه الناس وعقمه والمكان، انه هو من الصباح يكلم. اضافه لحاجه اخرى، مش انا الوحيد فيه، يعني شكون نائب اخر جاء بعدي، جاء يوم 8 جوان وخرج يوم 14 جوان وجاء او 15 جوان وجاء للمجلس البارح 16. يعني هو كان في اوروبا، ما كانش في الخليج ولا حاجه. سيد النائب هذا اللي حكيت عليه الثاني هي في اوروبا، في اوروبا في اوروبا جمعة في اوروبا معناها بقى جمعه نفس الشيء وخرج وجاء وعنده نفس الوثيقه، نفس الوثيقه. معناها باش تعرف انه زميلي معناها ياسين مازال مش هاضم الغصه نتاع الهربه نتاعو من المانيا، قاعد لا وجهي على القصه هذه. شوف اخدم ربي يهديكم على بعضكم يا امين ربي يهديكم على بعضكم يا سيد النائب. انا عندي حتى مشكل، وانا ادعوكم الى تصفح صفحتي الرسميه للنائب موسى بن احمد، تنشوف العمل اللي نقوم به وامور السياسيه ما نتخليش في صفحتي اصلا. واضح. قاعد نخدم الجاليه وقاعد نطلبها. شكرا. الجاليه توصل 70 و80 الف معناها متابع للصفحه نتاعي. شكرا على هذا التوضيح سيد النائب موسى بن احمد النائب بالبرلمان عن حركه النهضه عن دائره المانيا. شكرا على جمله هاتي الايضاحات. فما بيننا توا سي سفيان انه الحجر باش يتنح، اجباريه الحجر باش تتنح، وما عاد عندك باش حتى تستظهر. يعني مجرد وانه صارت الشبهه هاوكا الوثيقه باهيه اليوم، على الاخر الوثيقه معناها خير دليل على انه الامور راهي لاباس. دوغينافون معناها من هنا فصاعدا لن تكون لهناك لا وثائق لا اجباريه ولا غيره. وثيقه وثم خلاف ديجا وثيقه رسميه. يعني كي يجيو يقولوا لك عندك حق باش تباشر تمشي تباشر، فهمت؟ الاشكاليه يا غدوه ماكش باش تلقى هذا بالكل. بالضبط. بصراحه مره اخرى نعاود نقولوا وضحوا لنا، وعلاش كذلك مناطق تعطيهم جمعه جيده ومناطق لا؟ قالوا هما الحق قبل السيد وزير السياحه قال باش تعاملوا كبار كان انت والبلدان. اليوم على ما يبدو الحق بدا الشيء يرجع في عديد البلدان. يعني فرنسا كي يقولوا رجعت العدد معناها 500 واشرة، وفي تنبوكهم كانوا في الوضعية هذيك. ألمانيا كيف كيف، يعني 1172 حالة برك في ألمانيا. إنجلترا 1425 كما قلت لكم، 8700 واش. يعني ثم معطيات كما هكا ماذا بينا توضح، حتى زاد إنسان كي تقول له أنا عملت لك دو تيست وعطيتك وثيقة والوثيقه ما تقوليش، وقالك في نفس الوقت شفت ناس اخرين قالوا لهم تصحح التزام وانك باش تلتزم بالحجر وما قالولوش، يعني اذا ما تطلبش منه باش ما يمشيش. وهو كذلك كان من المفروض كما انت توا قبيله الملاحظه نتاعك، رئاسه المجلس اي نائب كان في الخارج اول ما تعمل تتصل بالمكتب او بالرئاسه او بالكتابه وتفيد انت وين كنت. واذا كان ثم وثائق حتى وقتها كان انسان اثر مثلا نجم رئاسه المجلس او رئيس الجلسه، لانه المكتب عندهم معناها السيستم تاعهم تاع الكوميونيكاسيون بيناتهم، يجاوب على الوضعيه هذه. يعني اللي غايب تو احنا كي نمشيو نركبوا في الكهرباء نمشيو على اليمين كل روت، كان تمشي لانجلترا ولا مالطا تمشي على اليسار كل روت. يعني مسائل اصطلاحيه وتعاقديه، اليوم المسائل التعاقديه بدينا نضيعوا فيها. وغدوه كيما تقول ما عادش ترافابيليتي وادخل وكذا، غدوه ينجم مواطن تونسي لا قدر الله لطف ربي يستر الناس كل يجي يدخل ويصاب، يشكي بيك حملك مسؤوليه، يقول لك انت طمنتني وانت قلت لي ما كنتش جاي وانت حليت وانت سمحت لي باش ندخل. يعني بكل صراحه لو ثم مسؤوليه شيئيه، يعني ريسبونسابيتي ديريكتوال معناها ريسبونسابيتي دو في بيرسونيل، انت كسلطه ولا دو في دي شوز ولا دو في دي شوز، انت مسؤوله. معناها راهو المسؤوليه مهمه جدا، وخاصه هذا مرض وهذا وباء لطف وهذه حياه افراد وهذه يعني الانسان بسيكولوجيا نحطه في بلاصه انسان جاي باش يتفرد يلقى روحه قاعد ياكل في بيتزا يلقى روحه بعد عنده كورونا. يعني بسيكولوجيا يعني الحاجه اللي متاكده منها هو انه المساله هذه نتاع فتح الحدود لو 27 باش تخلق خلاف، وخلاف كبير داخل الائتلاف الحاكم وداخل المعارضه، باش تعمل جدل وبوليميك كبيره. وعلاش؟ وتختلفوا بخاطر باش تعرفوا. وتشوف اي باش تعرفوا خاطر باش تعرفوا خاطر فما بعض الاصوات يقول لك سكر الحدود، فما اصوات اخرى يقول لك انا خويا ماكش انت شداد الضمان وماكش انت باش تحكم اليوم قداش من عائله تعيش من القطاع السياحي واصحاب نزول باش يتزروا، ولا والناس مرقده خضرتها وبطاطتها باش تستعملها في الموسم السياحي داخل الوتله، وراه باش يكون ضرر كبير والبلاد حاجتها
ديفيز و و و والناس تقول لك خويا هذا كله يقدر بثمن وصحة الناس. كيف كيف توصيل الجمهورية شو باش يعمل من بعد؟ لا باش لازم يعمل رئيس الجمهورية ما يمشيش وحده. مش تروا وكات بيرسون هذه الفريزة ولا فريز دبلوماتيك وماشيين. رئيس الجمهورية عادة يمشيو فريق كامل والفريق راهو كي تجي تشوف بالأمنيين بالرجال الأعمال بالدبلوماسيين بالمقربين بالكابينات نتاعو بالناس اللي بصح وثائق 70 80 شخص. ايش باش نعملوا فيهم زاد؟ هذه تو الإشكالية. احنا اليوم شفت ربحنا 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 وجينا في الاخر بدينا نترخاو. دونك اليوم يجب تكون الامور واضحه جاليه مفهومه وتتعطى المعلومه كما قلت. وعلى ما يبدو بيان سور توا النواب انت الكح يقول لك لا هذيك عطسه مش كح، الاخر يقولوا لا هذيك كحه مش عطسه، يقولوا لا الكحه مليانه مش الاخر يقولوا لا كحه فارغه والوالد مليانه خاطر تاع الكورونا، معناها يتبجن في بعض يفلكسوا معناها في المشاكل بعض. دونك اليوم افضل شيء وانك رفعا لاي التباس اعلم تداول المعلومه وانسياب المعلومه والقانون يطبق على الناس الكل بدون استثناء. ثم الناس ينجم يقول لك سي موسى بن احمد بالك خاطر هو نائب وقريب من الحزب الحاكم عملوا هكا، هو قال لك لا انا خذيت وثيقه واخر جمله فيها هو هذا، ولو ناس اخرين ما معطاهمش وما عملهمش الالتزام. دونك المشكله وين؟ المشكله مش في النائب، المشكله في الاداره في التعاملات نتاعها. والناس ما عندهاش المعلومه، ما عندهاش معلومة، ما يعرفش يقول لك شبيه هذاك يحوس البارح خلوه يحوس، وشبيه انا ما نحوس. علي جمعة وهو مين؟ تكون جون لا توا لي جون يروحوا تلقاهم في فرنسا ويقراوا وكذا وعايشين فك معناها ظروف نتاع مرض ونتاع كذا ونتاع شفت الجاليات نتاعنا معناها كانت في حالة صعيبة وكل شيء، مش يروح لبلاده يقول لك يا خويا نمشي نعمل غطسة هنا في الحمامات، هاي نمشي للمرسى نقعد في الصفصاف، هاي نمشي البنزرت تقعد في الكورنيش، معناها جو جواعة بالبلاد يا اخي نعرفوا معناها احنا تغيب جمعة تبدا مش جيعان بيك بلادك تعاود تقتص كومبليتمون. دونك اليوم بكل صراحة يلزم الدكترين تكون واضحة، السيد رئيس الحكومة اعمل مجلس وزاري نسق مع جماعة واعطيونا المعطيات وخذوا كافة الحالات، وانت عندك تيبولوجي نتاع الناس باش تدخل على الحدود، هذا هو توا كلمة السر هي الحدود. عندك يجي 80 مدخل حدودي انا سمعت كنت 50 قالوا 80 تعرف تتعامل، اللي جايك بسلعة واللي جايك بكرهبة واللي جايك بسكليت واللي جايك في طيارة واللي جايك في باتو واللي جايك في باتو كروازير خاصة واللي بحار جاي في حالات عديدة، كيفاش تتعامل معها ووضح الأمور واتخذ البروتوكولات وإحنا معاك. أنا اللي لاحظت وأنه علاش الشعب التونسي نفتخر لتيم هذا الشعب وقت جات الكورونا وتتذكر إحنا بنقولوا سكروا يا عباد سكروا، نهار لي التوانسة الحق طبقوا التعليمات يعني في 90% وحتى الخروقات وقعت وقت اللي عطاو المعونه. هو التونسي الحقيقه زاد التزم كان عنده نوع ما من الوعي، ولكن حتى الجانب الزجري مهم راه خد وقت اللي كيبدا واحد من العائله يخرج ويخرق الحجر وتتفك له كرهبته وتتفك له كارت غريز تمشي الفوريير وكي الاخر كيف كيف معناها وكي ما يلقاش لي موان دو ترونسبور باش يخرج وكي يلقى الدنيا كلها مسكره، الجانب يعني الزجري يعني الدوله زاد خدمتها ان سيغتان مومون الجانب الى وعي المواطن. تجي اليوم مثلا يخرج ويقول الناس ظهر فيها ما حبتش تفهم اللي الكورونا مازالت، احنا كي الناس تشوف هكا تقول لي ظهر فيها الدوله ما فهمتش الكورونا مازالت، خاطر اذا كانت الدوله حلت هذا الكل تكون الدوله ما فهمتش الكورونا. عندك الحق تشوف توا مثال يقعوا ديزاكسيدون في لوتوروت ساعات تشوف الحراس واقفين يفكوا برميات ويعملوا خطايا تعدي جمعه 10 ايام الناس الكل تولي ما عادش تجري في المنطقه هذه، خاطر الجانب الزجري مهم مش جانب قمعي راهو الزجري هو معناها توا معناها اجبار الناس على تطبيق القانون هو اللي توا بوليس عس عليك مش ما تمشيش في 140 160 هو يحب يحد لك من حريتك وخايف عليك معناها لانه تفوت ل 110 الكهرباء ما عادش تكونتروليها في 110 شوف تكونتروليها شوف ليه لطفا كان ديك لاتمون دو بنو ولا خلق لك حيوان ولا صارت لك مشكله صغيره ولا زيت موجود في الطريق، فالناس تجري في 170 يقول لك لا ظلمني وشدني في 170، في بلدان اخرى تتخطى في بلاد كمالكة يتفك لك بيرمي وتعاود تعديه وتتخطى معناها في بلدان اخرى الناس يدخل حتى الحبس على فلوس يعملوا له محضر ويدخل عليه الحبس. دونك اليوم بكل صلاح الجانب الزجري اللي صلح المواطن هو وقائي اكثر منه قمعي، خاطر احنا نقولوا زجر ونقولوا قمع، لا هو حمايه كذلك ليك وحمايه لحريتك وحمايه للحياه فيما بيننا، الانسان مدنيين بالطبع قال ابن خلدون. اليوم المواطن ضحى وعملنا له زجر وتماشى وكنا الحق كنا مجندين وحيينا الناس الكل ورجعنا تلامذه توا يحضروا في البكالوريا بتاعهم، راهو يحضروا في البكالوريا، راهو يحضروا في الحصيله، توا تتعدى تلقى في الطرود كهرباء تلقاها جايه من ماطر
وهذا القرط ولا تبنوا ماشي المهدية فور اكزومبل ولا القروان هذاك خدامة ناس عرق منجل معناها خدمة كبيرة جالوشة لقاتة وقفة خماسة دي خدمة عرق نتاع عباد باش تاكل انت الخبز باش انت في دارك تاكل الشيء. اليوم سؤال الذي يطرح صفي بن فرحات بانه نقول لك اليوم اذا كان نشوفوا بعض التجارب ولا الدول اللي جربت ثان من الأطراف اللي نجمت وسيطرت وكانت معناها الكوفيد كان فيها محصور برشا أستراليا. أستراليا على الرغم من أنه الحالات كانت صغيرة البارح أحد الوزراء يصرح الأستراليين يصرح ويقول راهو الحدود برا بحر مش باش تتحلق بال 2021 يعني الأجانب مش باش يدخلوا تبقى قارة معناها يقول لك شنو فما رحلة الإجلاء ستتواصل ما يعرف برحلة ولكن ال 14 يوم نتاع الحجر الصحي ما فيهمش أي. ما فيهمش ال 14 يوم نتاع استراليا نيوزيلندا تجي تنحي الحجر الاجباري وخي نعرف الناس باش تغشش الناس تقول لك انا باش تحسرني في وتي لكن الله غالب زاد ارواح الناس هوني مش لعبه شوف ابار الحالات الاجتماعيه اللي هذيك تمشي وتجيب وبلاش وتعمل كل شيء اذا كان عندك انت اقامه نتاعك في الخارج وحبيت تروح راه يلزمك تقبل هي مساله تعاقديه راك باش تاخذ كل 14 يوم ويجب لك تلتزم بهم ولو تتعاقب اذا كان ما تعملهمش للاسف نقولوا هذا جبت انت على استراليا نيوزيلندا شوف فيتنام 93 مليون مواطن ما عندهم حتى 100 قعدت بيت انا دخلت نشوف لقيت بطبقوا حاجه شامل من الاولانيين الصين بدات تطلع فيها في ووهان وقت اللي تو تبدات ووهان وانا نذكروا كان بلاش او حاجه كيما هكا وهما ديريكت في الجمعه هذيك جون اتاكي كيما نقولوا خذوا الثور من القرون نتاعو جون بخي دو تورو باغ لي كورد دونك اليوم احنا يلزم هذايا واللي صلح الناس الكل اما راهو مش راهو باش نفرقوا بين التوانسه ومش باش التوانسه اللي في الخارج نعملوهم بطريقه قاعدين يحسوا هما انا لاحظت وعندي عديد اصدقاء وغيره يقول لك شنو يا اخي احنا مشيتين ولينا اما يا اخي هي مساله تعاقديه باش تروح تعمل كذا انت شفت قالوا لهم من الاول تحجوا وصارت مشكله في تونس الفواياجات الاولى وتحجزوا في اللوتلا ولا حسابكم والريب ومن بعد قالوا لهم لا نحيوا الريب ومن بعد قالوا لهم تعملوا التيست ومن بعد قالوا لا التيست ماهوش اوبليغاتوار يعني الحق الدكتوري الاوفيسيال مش واضح ثم عزف منفرد وفي النشاز كل واحد وحده امبارح نتفرج في عبد الوهاب يحضر في مغلي شفت معناها نص ساعه تتفرج فيه وهو عنده شيف دوركستر معناها يقول له يا استاذ ويحترم فيه حتى واحد قدامه ورقه نتاع النوطه لانهم كما كنتم كلثوم تقول له انت النوطه حافظها في مخك ده العربي ما عندوش لا با بزوان دو شيف دوركستر احنا نحبوا هكيك تكون الامور ماشيه مريقله بدون شيف دوركستر وماذا بينا الزجر ما نوصلوش اما تعاقد من الاول لازم تعرف التونسي اللي يعيش في الخارج وحاب يروح لبلاده فوق الراس والعين كيكون اتيديون كيكون زاد من الناس اللي ضررتهم الكورونا هكا العمال وكل المهاجرين والعمال الموسميين الفلاحيين في عديد البلدان وغيره هذاك معناها يلزم تاخذ بيده قبل غيره والتونسي اللي وضعيته لاباس انا ننصح نقول له زيد ثلاث قبل ما ترجع اذا كان لابد باش ترجع لازم تكون الامور واضحه اول وافقه عقاب وسلامه نعم شو الفاصل بعد موجز هذه الساعه راجعين نستقبل ضيفتنا لليوم القياديه في حركه تحيا تونس هلا عمران